ايضا معانا المهندس محمد الفحام نقيب المهندسين في الجيزه. اهلا بيك يا باشمهندس محمد. اهلا حضرتك يا فندم. كله تمام؟ كله تمام ان شاء الله. طمنا يعني توقعاتك ايه اليوم الجمعه الجايه؟ توقعاتي ان شاء الله ان عدد المهندسين اللي هينزلوا الانتخابات هيكون اكتر من المره اللي فاتت، لان الوعي زاد اكتر والناس حاسه ان في دورهم مهم جدا في العمليه الانتخابيه. عظيم جدا. احنا كنا يمكن بنتكلم مع نقيب المهندسين ببورسعيد وقال لنا احنا عايزين المهندس هاني ضاحي باذن الله يعني يستمر ويحصل على مقعد النقابه في الانتخابات بتاعه الاعاده علشان يكمل مشواره، ويمكن ذكر حاجات متعلقه بقدراته على حل ازمات المهندسين في اي مكان مش بس داخل مصر. لكن سؤالي هنا، انتوا كنقابه مهندسين الجيزه عايزين ايه من المهندس هاني ضاحي؟ عايزينه يكمل ليه؟ عاوزينه يكمل ليه؟ عشان عملية الاستمرار برضو في التطوير اللي كان ماشي فيه والعملية تستمر يعني أحسن من الأول. استمرارية في التطوير والتطوير اللي ما يقدمه للنقابة إن شاء الله. هذا يعني إنه كانت المرة اللي فاتت كانت مرحلة مثمرة جيدة، فعايزينه يكمل على يعني هذا الإثمار على نفس المسيرة بتاعته إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. أشكرك جدا يا باشمهندس محمد، كل الشكر للمهندس محمد الفحام نقيب المهندسين في الجيزة. ألف